أرحب بكم من جديد. ننتقل الآن للحديث أكثر عن الوضع الميداني، حيث سينضم إلينا عبر سكايب من الأردن العميد الركن المتقاعد السيد أيمن الروسان. أرحب بك سيد أيمن، معنا خبيرا عسكريا، أهلا بك. أهلا بكم سيد أيمن. نبدأ من آخر الأخبار التي حصلت اليوم. فعليا مسيرات وصلت إلى حيفا، انفجرت هناك ووصلت إلى المنطقة القريبة من قيصاريا حيث يقطن نتنياهو. كيف نقرأ هذا التطور؟ يعني هو تصاعد كبير، فكيف تقرأه لنا؟ بداية الطيران الحربي والحربي لم يعد سلاح عيد، دخلت الطائرات المسيرة بشكل فعال وكان لها دور كبير تأثير على مسبح الحرب. وإحنا منشوف اليوم الطيران المسير يتم، هذا السلاح الفقير سهل التداول سهل التصنيع، أصبح بمتناول الدول العادية وليست العظمى، بالتالي يتم استخدامها بفعالية وبلا تأثير. هذه الطائرات سهلة الاستخدام، تحمل بصمة رادارية، إذا في حال تم استخدامها بشكل مناسب من خلال تكتيك ذكي، من خلال الخدعة، من خلال المناورة، يتم فيها تنفيذ عمليات قوية. وإحنا شفنا أن الطيران المسير وصل إلى بيت نتنياهو، والحكومة الإسرائيلية أول أمس لم تستطع أن تجتمع خوفا من الطيران المسير، هي تجتمع في حفرة بعيدة عن الأعين، بعيدة عن تأثير الطيران المسير. اليوم في الخضيرة وصلت إلى الرادارات القبة الحديدية، وفي نهاريا وصلت إلى مصانع القطع للطيران، بالتالي شل حركة هذه المصانع التي تزود الأسلحة، تزود القوات في مسألة العمليات. سيد أيمن، هل هذا يوازي ما يصفه الإعلام العبري بصعوبة ما يجري على جبهة لبنان؟ وهناك من يقول بأن الحزب أصبح هو المتحكم في المعركة، هل سنشهد تصاعدات في انتصار المقاومة عند هذه الجبهة أكثر فأكثر بناء على نظرتك للميدان؟ واضح أنه حزب الله استعاد توازنه، استوعب الصدمة، انتخب رئيس وخرج بخطاب يعيد الثقة بقواته. واضح أن الميدان الآن يشهد صمود غير عادي. العدو الإسرائيلي ما زال 3 أسابيع على الواجهة يحاول إيجاد خرق على الواجهة، حاول من جهة الغرب من مارون الراس، لم يستطع، حاول من خلال المنطقة الوسطى من عيت الشعب لم يستطع، حاول حتى من كفر كلا من المنطقة الشرقية ولم يستطع. لكنه احنا شفنا يوم امس انه هنالك نجاحات في القيام، هذه منطقة سهلية، وصل الى منطقة جبلية اسمها المحامص حتى يسيطر على التلال. هو يحاول الوصول الى لغاية 5 كيلو متر بحيث يعتبرها منطقة معدومة، يحاول يفرض 1701، ومن ثم يعمل منطقة لمسافة 5 كيلو تكون منطقة ميتة، وبالتالي يستطيع أن يفرض شروطه. لكن هو بهذه الحالة لم يستطع أن يتجاوز أكثر من كيلومتر أمتار للأمام، لم يستطع أن يتقدم، وبالتالي هو يعاني ويقع في أكبر الخسائر بالقوى البشرية، بالإضافة إلى تدمير الآليات اللي إحنا بنشاهدها. الآن في صعوبة، المقاومة هي مستعدة 18 سنة وهي تحضر مراكز قيادة، مواقع دفاعية على طول الواجهة، هو لم يصل الى القش الا الى القشره الاماميه، وهو القوات في مواقع محصنه من خلال انفاق قويه. الوضع لغايه الان متماسك، حتى لو استطاع العدو الاسرائيلي الى الدخول الى الداخل فهو في سيتعرض الى خسائر بالارواح وبالاليات
تفوق تحمله، وبالتالي هو ما زال على الحافة الأمامية لمنطقة المعركة. سيدي، هل هذا يقودنا للحديث عن فكرة حرب الاستنزاف التي لا يستطيع الاحتلال التمكن منها؟ وكذلك لو تحدثنا على صعيد الجبهتين، جبهة لبنان وما يجري في غزة، يقال بأن الاحتلال ألغى فكرة أو خطة الجنرالات لأنه يواجه حرب الاستنزاف بناء على تصدي المقاومة واستمرارها في العمليات النوعية. هل بالفعل الاحتلال بدأ يفقد قدراته العسكرية وتحمله ويحتاج إلى، يعني لنقل، فترة استراحة ولن تكون؟ يعني الدول العاقلة، الدول الوازنة لا تستطيع أن تشن إلا حرب واحدة باتجاه واحد، إنما أنك تحاول أن تضرب عدة دول في آن واحد. أنا بعتقد هذا نوع من الرعونة، نوع من التصرف الأهوج. هو بالمجمل استطاع أن يحقق نتائج تكتيكية، لكنه لم يستطع أن يحقق نتائج استراتيجية بعيدة المدى. الأهداف المعلنة التي وضعها لم يستطع تنفيذها، وبالتالي هو الآن معرض للاستنزاف. حينما نقول استنزاف، نقول أن تحاول القوات لا تبادر، تنتظر أهداف الفرصة، لا تبادر في الهجمات، ولكنها تنتظر عدوها حتى توقع في أكبر الخسائر. زي ما بنعرف، صام 3 أسابيع في محاولة تنفيذ خطة الجنرالات لكنه لم يستطع، وهذا يعود إلى صمود المقاومة وإلى صمود البيئة والحاضنة لحماس. السكان المحليين، الساكن الغزي رفض الخروج، حاولوا طردهم من خلال القصف العشوائي، من خلال الإعدامات، من خلال استخدامهم كدروع بشرية، من خلال تحريكهم من مكان إلى آخر، لكن هنالك ثبات. الآن إسرائيل بالوضع الحالي تحاول أن تعمل خطة بما يسمى بالفقاعات الإنسانية، وهذه ليست فقاعات إنسانية، هذه فقاعات أمنية. تحاول أن تجزئ شمال غزة على شكل كنتونات صغيرة تضع فيها أشبه بالمخاتير، أشبه بروابط القرى، يتم تسليحهم، يتم لمحاولة إدارة نفسهم، وهذه من الصعوبة أيضا. هو لم يترك أي وسيلة إلا حتى جربها في شمال غزة وفي جنوب غزة، ولكن هنالك ثبات المقاومة. المقاومة هي سلكت حرب الاستنزاف، ذلك لطول المدة التي خاضت المقاومة لأكثر من سنة. ربما هي استنزفت الأسلحة، خفت المخزون العسكري، نعم، الإمداد، نوع من الجهد، نوع من الاقتصاد بالجهد، الاقتصاد العسكري، وهكذا حتى يتم استخدام استراتيجية الاستنزاف. سيد أيمن، يعني نتحدث هنا كما تفضلت وأوضحت لنا عن تفوق المقاومة ميدانيا، وذلك بناء على العقيدة الراسخة وعلى دعم الحاضنة الشعبية، لكن للأسف الاحتلال يعتمد الأصح على الغطاء الجوي، وهو ما يؤدي إلى هذه الخسائر الفادحة والتضحيات في أرواح الغزيين. والاحتلال كذلك يعتمد على الإمداد بالسلاح من قبل أمريكا وغيرها من الدول الأوروبية، واليوم هو يدرس شراء دفاعات جوية أمريكية بالليزر. ما أهمية هذه الدفاعات للاحتلال؟ هل سيستخدمها ضد الهجمات المرتقبة من إيران أم ضد المقاومة؟ وهل ستتمكن المقاومة منها؟ أنا بعتقد أنه المحتل عبثاً يحاول. لا يوجد سلاح في العالم إلا وفيه نقطة ضعف، وحينما تكتشف هذه نقطة ضعف يبقى بسوية باقي الأسلحة الأخرى. الدفاعات الجوية هو حصل على أفضل سلاح متطور دفاع جوي الثاد،
الذي يستطيع ينافس فيه ويفتخر فيه، ولكن عبثا يحاول. اليوم في الخضيرة وفي نهاريا لم يستطع العدو الإسرائيلي صد فقط خمس طائرات مسيرة. هو الآن يعود إلى البصريات اليدوية، هو يضع أشخاص على أسطح المنازل وعلى المناطق المرتفعة لمراقبة الطيران المسير. هو يعود للأسلحة القديمة، الفالكون، الراجمات، لحتى يستطيع أن يسيطر على أضعف سلاح وعلى على أرخص سلاح، سلاح الفقراء، وهو الطيران المسير، ولم يستطع لهذا اليوم. انما هذه نوع من الاستعراض، استخدام الذكاء الاصطناعي، استخدام الليزر، كل ذلك، وخاصة الأجهزة المتطورة. إذا ما كان هنالك جندي يستطيع أن تدربه ويستطيع أن يكون محترف ويستطيع أن يكون مقتنع بسلاحه ويستطيع أن يكون مقتنعا بالأهداف التي سينفذها، لن يستطيع أن يستمر وأن يسيطر. يعني العقيدة هي الفيصل سيد. العنصر البشري المؤمن صاحب الرسالة، الإيمان، هو المسيطر، وليست الحديد اللي بين أيديه. بالطبع، شكرا جزيلا لك سيد أيمن الروسان، العميد الركن المتقاعد، كنت معنا خبيرا عسكريا في هذه التغطية، شكرا لك. لكم الشكر.